النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. مساء الخير. الجلسة 30 للانتخاب الرئاسي كسابقاتها بلا نصاب، والتأجيل له موعد في الجلسة 31 في 11 من الشهر المقبل. حتى ذلك الحين الشغل السياسي سينصب على مجلس الوزراء ضمانا لجلسات منتجة أو فراقا إلى تصريف الأعمال، كما سينصب على المجلس النيابي تشريعا ضروريا حماية للمساعدات الدولية أو خسارة لها. وليس هذا فحسب، وإنما هناك خطر على رواتب الموظفين في نهاية الشهر المقبل. ورغم هذا كله، لا أفق للجهود المبذولة من قبل الرئيس نبيه بري الذي يعمل من أجل تيسير الحركة السياسية باتجاه حوار منتج وجلسات وزارية ونيابية منتجة. وفيما دعت هيئة التنسيق النقابية إلى إضراب في الإدارات العامة والمدارس والجامعات يوم الاثنين، توقف المواكبون للوضع السياسي وانعكاساته الاجتماعية عند ظاهرة الهجرة غير الشرعية للعائلات عن طريق البحر، رغم المخاطر كالتي حصلت مع آل صفوان، إذ أن الجيش ضبط زورقا على متن 35 شخصا كانوا يعتزمون السفر إلى بلاد الله الواسعة. وعلم أن حوالي 14 عائلة لبنانية سافرت جوا إلى تركيا بغية التوجه في قوارب إلى الساحل اليوناني ومنه إلى بلدان أوروبية وخصوصا ألمانيا. وبينما تستمر الحروب في عدد من بلدان المنطقة، برز اتصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز غدا الإعلان عن زيارة الرئيس الأسد إلى موسكو، وترافق ذلك مع تحذير وزير الخارجية القطري من أن قطر والسعودية وتركيا على استعداد لإرسال جنود إلى سوريا في مواجهة التدخل الروسي والإيراني. عودة إلى الداخل اللبناني وجلسة البرلمان، إذن إرجاء جديد لجلسة الانتخاب التي كانت مقررة اليوم إلى جلسة تعقد في 11 من الشهر المقبل. ماذا في التفاصيل؟ موضوع النفايات استحوذ على جزء كبير من المشاورات الجانبية التي عقدت على هامش الجلسة 30 لانتخاب رئيس للجمهورية. النواب المشاركون استمعوا من وزير الزراعة أكرم شيب إلى آخر المستجدات بشأن خطته، والنائب أحمد فتفت أكد أن الموضوع لا زال عالقا عند إيجاد مطمر في البقاع. تشريع ضرورة أيضا محور الخلوة التي جمعت كل من الرئيس سنيورا والنائب جورج عدوان والوزير بطرس حرب، والقوات تشترط إدراج قانون الانتخابات على جدول الأعمال. وسنيورا تحدث عن فريق من اللبنانيين يمارس عملية تعطيل غير مسبوقة لخدمة إما أغراض شخصية أو أجندات غير عربية. بحسب الدستور الآن مجلس النواب هو هيئة ناخبة، ويجب أن يكون هذا هو هم الأساس، هو هيئة ناخبة. وإذا تطلع بنص الدستور بيقول إنه مباشرة لما بصير في هناك فراغ في 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 موقع رئاسة الجمهورية على المجلس إنه هو يعني يجتمع فورا من شان إنجاز عملية الانتخاب. في هناك ناس عم يمنعوا الجلسة، لكن في أمور داهمة يلي هي أكانت ذلك هي قضايا مالية حتى نقدر نستمر الحياة. النائب جورج عدوان أكد دعم القوات الكامل لخطة شيب، مطالبا رئيس سلام بعقد جلسة حكومية. الحكومة بدها تحزم أمرها، ما فيها حكومة بمشكل من هالحجم ضل ناطرة ما بعرف شو لتجتمع ولتقدم ولتنفذ. أنا بستفيد اليوم لأدعي رئيس الحكومة ليدعي لجلسة وليباشر بالتنفيذ، لأنه التنفيذ مع بعض العثرات اليوم أفضل بكتير من الانتظار. للكتائب موقف آخر من التشريع. المجلس النيابي ما عنده دور غير ينتخب رئيس جمهورية. رح نرجع نكررها ونح نرجع نعيدها، ونحن بالنسبة لأن الدستور مش ممسحة. 49 نائبا حضروا إلى ساحة النجمة والجلسة المقبلة في 11 من الشهر المقبل. رئيس مجلس النواب نبيه بري مصمم على الدعوة لعقد جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن. رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أنه لم يعد مقبولا الاستمرار في تعطيل المجلس النيابي مما يزيد الانهيار والأخطار على الأوضاع الاقتصادية، ونقل النواب عنه في لقاء الأربعاء النيابي أنه مصمم على الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن، وقد بدأ التحضير لهذه الجلسة وأعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيدا لها، وهو سيرأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلاثاء المقبل من أجل درس وإقرار جدول الأعمال
الأعمال، خصوصا في ضوء تراكم العديد من مشاريع واقتراحات القوانين الملحة والضرورية. الاستنسب هو أنه ممكن يطرحوا على هيئة مكتب المجلس، ممكن يطلعوا بين 7 و8 اقتراحات ومشاريع قوانين هولة، يعني قوانين ضرورية. لقاء الأربعاء تطرق إلى موقف رئيس المجلس من ضرورة الإسراع في عقد الجلسة التشريعية، خصوصا بعد تهديد البنك الدولي بخسارة القروض المالية في مهلة أقصاها آخر كانون الأول إذا لم تقر المشاريع عبر القنوات الدستورية اللبنانية. وبالنسبة للحوار فهو مستمر بين الكتل وبين المستقبل وحزب الله، في وقت حذر النائب نبيل أولى من خطورة ملف النفايات مع عرقلة البعض، موضحا أن الوزير أكرم شهيب يقوم بدور الوسيط. في السراي الحكومي سلسلة لقاءات للرئيس الحكومة أبرزها مع النائبة بهية الحريري. رئيس الحكومة تمام سلام التقى في سرايا سفيرة تركيا تشاتاي أرتشيس مع وفد مجلس الأعمال التركي اللبناني المشترك، وأوضح السفير التركي بعد الاجتماع أن البحث تناول سبل تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على أن تكون هناك زيارات متبادلة لتطوير الاستثمار. دبلوماسيا اجتمع رئيس الحكومة إلى سفير تشيكيا سفاتوبلوك كومبا وجرى عرض للعلاقات الثنائية إضافة إلى الأوضاع في لبنان والمنطقة. الرئيس سلام بحث المستجدات الراهنة مع النائب بهية الحريري، والتقى الوزير السابق بهيج طبارة، كما اجتمع إلى رئيس حزب الاتحاد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، يرافقه عضو المكتب السياسي في الحزب هشام طبارة، وجرى بحث في الأوضاع السياسية الداخلية إضافة إلى تطورات المنطقة. 7 جثامين من آل صفوان الذين قضوا غرقا في بحر تركيا وهم في طريق البحث عن حياة كريمة في ألمانيا وعيد اليوم إلى لبنان والتشييع غدا. بعد انتظار دام أياما عدة وصل الجثامين لسبعة أشخاص من آل صفوان غرقوا في البحر خلال توجههم على متن عبارة من تركيا إلى أوروبا طالبين الهجرة إلى بلد يؤمن حياة كريمة لهم. الجثامين نقلت على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط التركية التي حطت في قسم الشحن في مطار بيروت، حيث انتظرت 7 سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر. نقلت الجثامين إليها وسط العويل والصراخ. على أرض المطار أقيم استقبال حاشد للجثامين، شارك فيه الوزير غازي زعيتر ممثلا الرئيس نبيه بري واللواء محمد خير ممثلا الرئيس تمام سلام وغيرهما. الوزير زعيتر أشار إلى أن ثمة مافيات أجنبية تستغل ظروف لبنان الاجتماعية والاقتصادية. مافيات أو مجموعات عم تحاول يعني تستغل هؤلاء الأشخاص، هذه العائلات اللي عم تحاول تهاجر وراء لقمة العيش. طبعا اليوم الوضع الاجتماعي والاقتصادي اللبناني هو أحد الأسباب، ما فينا ننكر. أيضا الواقع العمل على صعيد المؤسسات الدستورية. من جهته لفت اللواء خير إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بمهامها وتحاول توقيف جميع المتورطين في عمليات التهريب. مافيات بتتاجر بالبشر، بس اليوم أصبحت بعض الأسماء صارت فينا شوي معروفة هاي الشبكات، بس بعد ما سمعنا بتوقيفات الأجهزة الأمنية كلها عم تعمل مهمتها وعم تحاول توقف وفي ناس توقف. إلى ذلك من المنتظر أن يصل إلى بيروت فجر الخميس 2 من الناجين من العائلة نفسها، فيما لا يزال مصير وائل ومالك صفوان مجهولا، أما إياد صفوان فلا يزال قيد التحقيق لدى السلطات التركية المختصة. وكان اللواء خير قد زار آل صفوان لتقديم التعزية موفدا من الرئيس سلام، داعيا إلى عدم الانجرار وراء مافيات التهريب. واليوم أعلنت قيادة الجيش أنه بنتيجة الرصد والمتابعة أوقفت دورية تابعة للقوات البحرية عند الساعة 1 من فجر اليوم على مسافة 3 أميال من جزر النخيل قبالة طرابلس مركبا لبنانيا قدرته التحميلية لا تتعدى 15 شخصا، كان على متنه 53 شخصا بينهم 8 مواطنين لبنانيين و28 فلسطينيا و14 سوريا و3 أشخاص مكتومي القيد، وذلك في أثناء محاولة تهريبهم إلى خارج لبنان بطريقة غير شرعية. وقد تمت إعادة المركب وجميع الذين كانوا على متنه إلى الشاطئ اللبناني وبشر التحقيق بالموضوع. من جهة أخرى أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف المدعو ألف ميم مواليد عام 1966 وهو لبناني ملقب بحبيبه في محلة القبة، وهو أحد أخطر المطلوبين للقضاء الذين شاركوا في أحداث طرابلس، ويوجد بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم زعزعة السلم الأهلي وإثارة الفتن، وقد أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته.
دعت هيئة التنسيق النقابية للإضراب العام والشامل الاثنين المقبل في الإدارات والمؤسسات العامة، كما دعت إلى الاعتصام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت. بعد الإعلان المشنوق نخرج من الحوار بإرادتنا وبقرارنا وليس باستغناء الآخرين. ونتابع نشاطنا من تلفزيون لبنان. وزير الداخلية نهاد المشنوق قال إننا لسنا من دعاة الفوضى أو تعطيل المؤسسات الدستورية، وعندما نريد الخروج من الحوار نخرج بقرارنا وليس ببطولات الاستغناء. وزير الداخلية نهاد المشنوق رأى أن السياسة المعتمدة تجاه الحكومة والأمن لا يمكن أن توصل إلا للمزيد من التدهور في الوضع اللبناني إذا استمرت على نفس الوتيرة. كلام الوزير المشنوق ورد خلال لقائه وفدا من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة فوزي زيدان. ولما نحن بدنا نظهر من الحوار فعلا ناخذ قرار، أو نظهر من الحكومة بقرار، فنحن مثل ما دخلنا بنظهر بنفس المعايير بقرارنا، مش بقرار حدا غيرنا ولا بدعوة حدا غيرنا ولا ببطولات الاستغناء عنا. بطولات الاستغناء عنا جربوها 4 سنين قبل هاي الحكومة، شفنا شو كانت نتيجتها على البلد، فما في لزوم لهذا الكلام الكبير اللي ما له علاقة بالسياسة. احنا عم نحكي كلام واقعي منطقي له علاقة بالسياسة، له علاقة بمستقبل لبنان. احنا مش يعني ما عنا اوهام انه بدنا نحرر اليمن وبدنا نحرر العراق وبدنا نحرر سوريا. انا ما جبت سيرة الرئيس نبيه بري ولا جبت سيرة حركة ام بكلامي بالأونس. انا حكيت تحديدا على حزب الله باعتباره المعني والمسؤول الاول السياسي والأمني عن منطقة البقاع، فما في لزوم يعني إضافة أسماء أو جهات سياسية باعتبار أنه اثنيناتهم متضامنين بوجه. الرئيس بري من اللحظة الأولى اللي دخلت فيها على الحكومة أنا رحت لعنده، وأول موضوع ناقشته معه هو خطة البقاع كجزء من الخطة الأمنية، وكان دائما داعم ومؤيد فعليا مش نظريا. الوزير المشنوق الذي ركز على الوضع الأمني والخطط الأمنية التي يجب أن تستمر في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في البقاع، أكد أن الأمن لا يمكن أن يحفظ إلا إذا كانت القوى السياسية جدية في التعاطي سواء في الحكومة أو في الخطط الأمنية. من جهة ثانية، الوزير المشنوق التقى في وزارة الداخلية سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، وأتم عرض التطورات في لبنان والمنطقة. وزير المال علي حسن خليل دعا القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وأقرار القوانين المتعلقة بالشأن العام. لقد تجرأنا جميعا على الدستور والقوانين وكسرناها تحت عناوين مختلفة ونعيش أصعب وأعقد التجارب في إدارة الحكم. هذا ما عبر عنه وزير المالية علي حسن خليل خلال المؤتمر الوطني لتعزيز القدرات المالية، داعيا القوى السياسية والكتل النيابية إلى تحمل مسؤولياتها وإقرار كل القوانين المتعلقة بالشأن المالي بعد فشل التسوية الأخيرة. ندعو كل القوى السياسية والكتل النيابية إلى أن تتحمل مسؤوليتها. ربما خلال الأسابيع الماضية كان إيجاد تسوية لإطلاق عمل الحكومة لتفعيل عمل الحكومة هو الأسهل، لكن بصراحة بعد فشل التسوية الأخيرة، بعد الإشكال السياسي الذي رافقها، ربما العودة إلى المجلس النيابي في هذه اللحظة قد يكون أكثر تيسراً، وبالتالي علينا أن نلتقط هذه الفرصة وأن نسرع في إقرار كل القوانين المتصلة بالشأن الاقتصادي والمالي. وبينا المخاطر الناتجة عن عدم إقرار القوانين المتعلقة بقبول قروض من البنك الدولي وقوانين أخرى تتصل بالثقة بقطاعنا المصرفي وبالثقة بقطاعنا المالي، والتي تستوجب إقرارا سريعا لم يعد يحتمل التأجيل بعد أن أجلنا لأكثر من مرة خلال السنتين الماضيتين. رئيس جمعية المصارف في لبنان ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربي لفت إلى أهمية البدء في تعزيز القدرات المالية في المدارس لتأمين الأجيال الجديدة التعليم المالي.
ولبنان حتى اليوم لم يصادق تشريعيا على الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تجاوز الموقعون عليها 100 دولة. فإذا نحن نلح ونصر من على هذا المنبر على السلطات التشريعية والتنفيذية في لبنان أن تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. والآن إلى الفقرة الاقتصادية. أستاذة باسم نعماني، حضرتك محلل مالي واقتصادي، اليوم شو أهمية انعقاد المؤتمر اليوم بحضور وزير المالية بموضوع المالية العامة بلبنان والاقتصاد اللبناني ككل؟ الحقيقة لبنان مثل ما بيعرفوا العالم كله عم بيعاني من عدة مشاكل عم تتراكم سنة بعد سنة، من ضمنها تراكم العجز المالي. هالمؤتمر هذا أهميته أنه يخلي الوزارة المالية أو الوزير المالي يضوي على هالنقط الخطرة، لأنه إذا استمرت بتأثر على الاقتصاد اللبناني ككل. وفهمنا مؤخرا أنه هالأزمات المتلاحقة حتأثر إلى نمو سلبي، بدل ما ننمى ويزيد ويكبر اقتصادنا عم يتكش. طبعا الأسباب معروفة، الأزمة السياسية، عدم انتخاب رئيس الجمهورية، عدم وجود مستثمرين، وعدم ما حدا عم يشجع الاستثمار، بالعكس عم يخوفوا المستثمرين بسبب الوضع الأمني اللبناني. نحن عنا اليوم قطاع كتير مهم بيمثل حوالي 20% من الدخل القومي هو القطاع السياحي. القطاع السياحي انضرب كتير بهالسنتين كمان بسبب الأزمات المالية المتلاحقة. يعني اليوم شو أهمية انعقاد المؤتمر اللي طرح مشكلة العجز الدين العام، اليوم شو أهميته؟ أهميته أنه بده يفوت اليوم بموضوع جديد، هو التعليم وإدخال المفهوم الجديد، مفهوم المالية ومفهوم التنمية المالية، بده يدخله بالمناهج الدراسية. يعني بدل ما نعلم التلاميذ بالمدارس بس تربية وطنية، كمان منعلمهم تربية مالية، يعرفوا شو أهمية القطاع المصرفي، يعرفوا شو أهمية القطاع السياحي، يعرفوا شو أهمية القطاع التجاري. كمان تعطيهم فكرة إنه يعني كيف لازم يتوجهوا بالمستقبل، ما بس إنه والله نحن بدنا نكون وطنيين وبدنا ندافع عن الوطن، بس كمان بدنا ندافع عن الوطن من ناحية تأمين المدخول وتأمين النمو له لهالبلد. وزير الإعلام رمز جريش شدد على اعتماد الموضوعية والاعتدال تحت سقف القانون. بعدما فاض البث الإعلامي المباشر الذي واكب الأحداث الأخيرة فقارب الفوضى دعوة لوسائل الإعلام لالتزام الموضوعية والاعتدال، وجهها وزير الإعلام رمز جريج بعد اجتماعه مع رؤساء مجلس إدارة التلفزيونات، والذي وصفه بالودي والجدي، وتركز البحث فيه على تأدية دور الإعلام تحت سقف القانون. الحرص على الحرية الإعلامية وعلى دور الإعلام في تأدية مهامه بحرية وإنما تحت سقف القانون ووفقا للمناقبية المهنية التي يرتضيها الإعلام طوعا من أجل تغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر. ولا شك أن الإعلام يتجاوب مع هذا الطرح، وإنما أيضا لقد استعرض بعض الشوائب في الأداء السياسي الذي يجعله في موقع الانتقاد، وهذا حق له، لأننا ننعم في لبنان بحرية إعلامية غير متوفرة في سائر البلدان المجاورة، وهي ميزة للبنان تلك الحرية الإعلامية، وإنما ينبغي أن تمارس بشكل يغلب المصلحة الوطنية خاصة في الظروف التي نعيشها. جريج لفت إلى أن هناك أزمة مالية يعاني منها الإعلام اللبناني بسبب الأوضاع الاقتصادية وشحن في سوق الإعلان، معلنا أن مثل هذا الاجتماع سيكون دوريا لدراسة الحلول وتنقية العمل الإعلامي. وخلال رعايته توقيع كتاب القلب المفتوح، شدد للزميل سيد مخايل، شدد الوزير جريج على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية لتستعيد مؤسسات الدولة انتظامها.
أكد وزير الإعلام رمزي جريج أهمية ترسيخ الارتباط الوثيق بين لبنان المقيم ولبنان الانتشار. الوزير جريج وخلال رعايته حفل توقيع كتاب القلب المفتوح لرئيس مكتب الوكالة الوطنية للإعلام في سيدني الزميل سيد مخايل، وبحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والأمنية والدبلوماسية والإعلامية، دعا إلى مضاعفة الجهود من أجل انتخاب رئيس للجمهورية كي تستعيد مؤسسات الدولة انتظامها في ظل الدستور والقوانين. ولا شك في أن ما نعيشه من أزمات ينعكس ليس فقط على وضعنا الداخلي، وإنما أيضا على معنويات أبنائنا في المهاجر الذين يتابعون عن كثب أخبار بلد هم جزء أساسي من أبنائه، ولا يرون سببا لحرمانهم من استعادة الجنسية اللبنانية لكي يتمتعوا بجميع الحقوق التي يتمتع بها اللبناني المقيم على أرض الوطن. القلب المفتوح كتاب يؤرخ بالكلمة والصورة لمرحلة زمنية امتدت من العام 2008 حتى العام 2012، واتسمت بوفرة الزيارات التي قامت بها شخصيات لبنانية إلى أستراليا في طليعتها الرئيس العماد ميشيل سليمان. المؤلف الزميل سيد مخايل أشار إلى أن القلب المفتوح هو خط التواصل المحب وخط القلب المفتوح بين أستراليا ولبنان على المستويات كافة منذ عشرات السنين. لقد فتحت أستراليا قلبها للبنان واللبنانيين منذ العام 1854 مع وصول أول مهاجر لبناني من بشري باتد إلى أدلايد، وكررت سبحة الهجرة اللبنانية إلى أستراليا على دفعات كانت تتفاوت طبقا للأحوال السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، ليصل حجم الجالية اليوم إلى ما هو عليه لجهة العدد والمستوى العالي على جميع الصعد، حيث أصبحت حالياً لاعباً أساسياً في الحياة الأسترالية وفي حياة الوطن الأم. وكانت كلمة لمديرة الوكالة الوطنية للإعلام لوري سليمان تحدثت فيها عن مزايا المؤلف، مشيرة إلى أن هذا الكتاب جاء شهادة حب ووفاء لأستراليا التي فتحت قلبها لاستقبال أبناء الجالية اللبنانية الذين هاجروا إليها أثناء الحرب. السفير الأسترالي لفت من جهته أن هذا الكتاب يذكرنا بالعلاقات الوثيقة والتاريخية بين لبنان وأستراليا، وسيساهم في بناء علاقات متينة وقوية بين البلدين. أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. قائد الجيش العماد جون قاوجي التقى في مكتبه في الليرزي قائد القوات الخاصة البريطانية اللواء جيمس تشيزويل على رأس وفد مرافق، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين وبرنامج المساعدات البريطانية المقدمة للجيش اللبناني، خصوصا في مجالي التدريب وتجهيزات الخاصة بمراقبة الحدود الشرقية والشمالية. أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن المديرية العامة للأمن العام تطبق أدق معايير الشفافية في التعامل مع الملفات الاجتماعية، ورأى أن العجز عن معالجة ملف الوافدين السوريين إلى لبنان بأعداد كبيرة وما يشكله من سلبيات على المستويين الأمني والاقتصادي يؤسسان لحالة اجتماعية متفجرة. كلام اللواء إبراهيم جاء في خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأمن العام ورابطة كاريتاس لبنان. بدعوة من نائبي منطقة بشري ستريدا جعجع وإلي كيروز عقد اجتماع في معراب بخصوص البحث في كيفية الحفاظ على وادي قديشة مدرجا على لائحة التراث العالمي للأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والثقافة ومنظمة اليونسكو. واعتبر المستمعون أن المحافظة على قيم الوادي هي شرط للحفاظ على تاريخه الديني ومعالمه التراثية والسياحية، وتم الاتفاق على إنشاء تعاونية زراعية لهذا الغرض. رئيس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل تفقد مصلحة الجمارك في طرابلس والتقى العقيد جورج منصور وعرض الشؤون المتعلقة بالعمل الجمركي. في العيد 70 للأمم المتحدة لفتت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى أن الأمم المتحدة تحاول تحسين حياة اللبنانيين الذين اعتادوا على الديمقراطية في بلد يخوض تحديا كبيرا باستضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين، مؤكدة دعم الشعب والمؤسسات في ظل الشلل الحاصل والفراغ الرئاسي.
وقفة احتجاجية نفذها ناشطون من هيئات المجتمع المدني على عدم انتخاب رئيس الجمهورية عشية الجلسة 30 التي عقدت اليوم وأرجعت إلى 11 من تشرين الثاني. الأميرة حياة أرسلان ألقت كلمة إلى جانب عدد من المشاركين في الاعتصام، شددت فيها على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، كما لفتت الكلمات إلى أن المجتمع المدني يتكامل ويقوى بمؤسسات الدولة وأنه لا بديل عن الجيش والقوى الأمنية. كمان احتفال تكريمي للإعلاميين تقديرا لدور الصحافة الميدانية، وتلفزيون لبنان كان حاضرا بين المكرمين. من الاعداء الاسرائيلي الذي استمر جوا مباحا، هذه العائله كغيرها من العائلات رفضت فكره النزوح وصدرت البقاء في ارضها صامده. قاومت وصمدت في وجه الاحتلال الاسرائيلي. رساله القناه اللبنانيه الى سوريا نقلتها قافله مريم. تلفزيون لبنان مكرما بشخص الزميلة ابتسام عكوش خلال حفل تكريمي لعدد من الزملاء الإعلاميين على عملهم الميداني في تغطية الأحداث الأمنية والسياسية الطارئة التي عاشتها البلاد. الاحتفال الذي نظمته مجموعة من المؤسسات أسطح برعاية وزير الإعلام رمزي جريج ممثلا بمستشاره أندريا أصاص، الذي أكد في كلمته على أهمية دور الإعلام في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على الإعلام الموضوعي الواقعي في مواكبة الحدث. حضر الاحتفال حشد من الشخصيات السياسية والإعلامية، كما تم توزيع دروع تكريمية على المكرمات والمكرمين من قبل الوزيرين حسين الحاج حسن ووهاب أبو فعور والنواب ياسين جابر إلي ماروني والوزير السابق سليم الصايغ. زيارة مفاجأة لبشار الأسد إلى موسكو. الرئيس السوري في زيارة مفاجئة إلى موسكو استدعت سلسلة اتصالات بين بوتين والملك السعودي وأردوغان والرئيس المصري وملك الأردن، فيما أولاند يرفض أي عمل يعزز موقع الأسد. لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية في العام 2011 غادر الرئيس السوري بشار الأسد دمشق متوجها إلى موسكو في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها إلا بعد عودته إلى سوريا. الأسد كان بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات العسكرية والسياسية، مشيدا بتدخل العسكري الروسي الذي ساعد في احتواء الإرهاب. وأشار الأسد إلى أن مستقبل سوريا يقرره الشعب السوري وليس النخبة الحاكمة لوحدها. من جهته اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التطورات على الجبهة العسكرية في سوريا ستوفر قاعدة لحل سياسي طويل الأمد تشارك فيه كل القوى السياسية والجماعات العرقية والدينية، موضحا أن بلاده مستعدة للمساهمة ليس فقط في مسائل العمليات العسكرية في التصدي للإرهاب ولكن أيضا في العملية السياسية، وسيكون هذا من خلال التواصل عن كثب مع قوى عالمية أخرى ومع دول في المنطقة يهمها التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع. هذه الزيارة أعقبها مروحة اتصالات بين كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبين بوتين والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، تم خلالها تطرق إلى نتائج زيارة الأسد إلى موسكو. إلى ذلك رفض الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أي عمل يعزز موقع الرئيس السوري بشار الأسد. رد المعارضة على زيارة الأسد أتى عبر المتحدث باسم الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان، الذي اعتبر أن هذه الزيارة تأتي في إطار عمليات دعائية سياسية من قبل روسيا لما تقوم به من عمليات على الأرض، مشيرا إلى أن تزامن هذه الزيارة أتى مع إعلان إيران عن زيادة عدد جنودها في سوريا، وهو ما يجعل النظام مستأجرا لطهران وموسكو بحسب تعبيره. صدق المرشد الإيراني علي خامنئي على الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع القوى العظمى في حزيران الماضي، وفق ما نقلت رويترز عن موقعه الإلكتروني. وأوضح الموقع أن خامنئي أكد ضرورة الالتزام بشروط معينة في تنفيذ الاتفاق، محذرا من وجود نقاط ضعف كثيرة في الاتفاق. وبعث خامنئي برسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني يقول فيها أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يعلنا بوضوح رفع العقوبات التي فرضت في وقت سابق. في اليمن استيعاب 5000 عنصر من المقاومة الشعبية في الجيش اليمني، وهذه رئيسا للمؤتمر الشعبي العام.
أصدرت قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام قراراً بتعيين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيساً للحزب خلفاً للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي تم عزله. في هذا الوقت تعتزم الحكومة اليمنية بدء عملية استيعاب 5000 عنصر من المقاومة الشعبية ضمن قوات الأمن والجيش الوطني وتدريبهم تمهيدا لتوزيعهم على المرافق الحكومية ونقاط التفتيش في مدينة عدن. في غضون ذلك قصف طيران التحالف العربي قسم شرطة الحضان ومعسكر قوات الأمن الخاصة في تعز، كما شنت غارات على مواقع لميشيا الحوثي وصالح في مدينة المخة. وأسفرت الغارات الجوية والاشتباكات في تعز عن مقتل العشرات من مسلحي الحوثي وصالح. في فلسطين المحتلة دهس مستوطن إسرائيلي في رام الله اليوم وسط تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، وبان كيمون يواصل مساعي ضبط النفس بين الجانبين. تواصل القوات الإسرائيلية استخدام العنف والقوة حيال انتفاضة الفلسطينيين الجديدة، وقد ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية تشرين الأول إلى أكثر من 50 شهيدا، بينهم 10 أطفال سقطوا في مدينة القدس ومناطق التماس في الضفة الغربية وقطاع غزة. آخر الشهداء شابان فلسطينيان سقطا في الخليل بالضفة الغربية بعد أن هجما جنودا إسرائيليين بالسكاكين. في المقابل تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح في عملية دهس غرب رام الله، فيما استهدفت القوات الإسرائيلية جامعة غرب طول كرم. بموازاة ذلك أعلن دبلوماسيون أن بان كيمون سيبلغ مجلس الأمن عبر الفيديو من رام الله بالاتصالات التي أجراها في الشرق الأوسط في محاولة لتخفيف التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك خلال مشاورات مغلقة. وبعد لقائه المسؤولين الإسرائيليين التقى بان كيمون الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي دعا الإسرائيليين إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات، وقال لا نستطيع حماية شعبنا في ظل التصعيد الحالي. واعتبر عباس أن الانتهاكات الإسرائيلية تهيئ لصراع ديني. من ناحيته طالب بان كيمون إسرائيل بضبط النفس ووقف دوامة العنف. إلى هنا تنتهي نشرتنا. توني وأنا نشكر لكم حسن المتابعة، وملتقانا يتجدد عند 11:30. إلى اللقاء.